الفن كل ما كان فيه أشياء غريبة وجديدة وغير متوقعة يكون وقع يعني صدى أكبر وتأثيره يعني أعلى وحضوره ونجاحه يعني أيضا فرص نجاحه تكون أكبر. الفنان اللي راح أتحدث عنه اليوم هو ألكسندر كالدر، نحات أمريكي وأثر وابتكر أشكال وطرق يعني طريقة جديدة في عرض منحوتاته. ألكسندر كالدر كان في أحد الأيام ذاهب إلى أحد افتتاحات معارضة الشخصية، صاحب الجاليري ينتظره والصحافة والناس والجمهور ينتظروا في الخارج. دخل هو للجاليري والأعمال ما واصلة أصلاً بعد يعني، فصاحب الجاليري قال له وين الأعمال؟ أين أعمالك؟ العالم تنتظر وإحنا الوقت يعني راح يصير افتتاح. فهو ما فعل شيء يعني سواء أخرج من جيبه مجموعة من الأسلاك المعدنية خلاها على الطاولة وضعها على الطاولة، أخرج كماشة اللي وهذا البلايس اللي يقطع الأسلاك خلاها هذا المعرض. وبعد شوية يعني بعد قليل قطع الأسلاك وهذا كذا كون معه. هذه الطريقة هي اللي يفكر بها ألكسندر كالدر، ولهذا سموا أعماله النحت الحركي. ألكسندر كالدر أعماله هي مجموعة من الأسلاك والقطع المعدنية اللي معلقة من السقف في الغالب ومتوازنة بطريقة جدا مدهشة وباهرة يعني، وتتحرك يعني حركة تترك حركة بالإيقاع حركة بالمكان، حتى ظلالها على الجدران تتغير مع تغير الحركة وتضيف إيقاع لكل المكان الموجودة به. وهو أحيانا يعني يدخل أيضا بعض القطع الخشبية وقطع معدنية وأعمال الأسلاك هي اللي الأساس. ألكسندر كالدر كانت أمه يعني نحات رسامة وأبوه نحات وجده نحات، فتأثر بهم بالبداية، بعدين في لحظة من اللحظات ترك كل تأثيراتهم وسافر إلى باريس لزيارة رسام يحبه جدا وتأثر بأفكاره، هو البيت موندريان الهولندي اللي مرسمه في باريس. زار مرسمه وشاف أعمال التجريدية الهندسية هذه اللي البقع والمربعات والأشكال اللي موزعة، فتأثر بيتأثر مذهل، فترك كل أعماله السابقة اللي كان يصنعها، كان يصنع مجموعة وجوه من الأسلاك المعدنية أشخاص من الأسلاك، ترك هذه التقنيات وهذا الأسلوب وتأثر بموندريان ومزج معه تأثيرات الرسام العظيم ميرو، خوان ميرو، هاي أشكال الطائرة، فخلق فن جديد مؤثر مدهش شخصي جديد باهر يعني كل اللي يشوفها يتأثر به. لهذا نقل الفن من الصمت، من الجلالة الصمت والهدوء والسكينة أيضا شيء عظيم طبعا، بس هو نقله من هذا إلى شيء حركي، إلى شيء أشياء تتحرك، أشياء تتناغم إيقاعاتها مع بعض. ولهذا اللي سموا أسلوبه وطريقته بالنحت الفن الحركي. وبالحقيقة هو الرسام مارسيل دوشامب هو اللي أطلق عليه هذه التسمية، لأن أعماله فعلا بها نوع من الحركة. هذا أحد الفنانين المؤثرين وأعماله الآن موجودة في أغلب أو كل متاحف العالم، واحد من أهم أعماله العمل الموجود الآن في خارج في بوابة أو قرب بوابة مركز جورج بمبيدو في باريس. هذا هو فنانة لهذا اليوم. أشوفكم الأسبوع القادم. شكرا.